باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دهر الدور كلها، امين. بنعمه ربنا هناخد النهارده اهم موضوع في اللاهوت المقارن في المنهج اللي هندرسه كله. الموضوع ده كنا بناخده في محاضرتين مدمجتين في الأول، لكن عشان القدرة على الاستيعاب تبقى يعني أكثر استعدادا فهنقسمه على محاضرتين، المحاضرة بتاع النهاردة والمحاضرة الجاية إن شاء الرب وعيشنا. أهمية الموضوع اللي هندرسه، أول حاجة إنه كان أول نقطة خلاف بسببها حصل انشقاق في الكنيسة وانفصل البعض عن الكنيسة الأرثوذكسية. تاني حاجة إن هذا الخلاف ما زال قائما حتى يومنا هذا، فهو مش هيستوري زي ما بنقول بدعة قديمة أريوس وسابيليوس يعني لا ومقدونيوس بنحكي تاريخ، لا ده هنا في خلاف موجود وما زال قائم. نمرة ثلاثة، إن الخلاف دوت بيكون له أثره السلبي في فهمنا للكتاب المقدس وتفسيره، فالبعض ممكن يقرأ تفسير للكتاب المقدس ويكون مصادره يفتكر إن أنا مش هتكلم في حاجات لاهوتية، أنا عايز تفسير للكتاب، ويكون مصدر التفسير مش أرثوذكسي، فنبص نلاقي التفسير ماشي في اتجاه لا يتفق مع عقيدتنا. دي بعض النقط المهمة في هذا الموضوع. هناخد في تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلق دونيين. وما نقول الخلق دونيين كل الكنائس اللي تؤمن بمجمع خلق دونيا، سواء البيزنطيين الكاثوليك البروتستانت بكل تفرعاتهم. كلمة كريستولوجي يعني خاصة بالسيد المسيح له المجد، كريستوس أو كرايست المسيح، يعني العلم المسيحي اللي هو بيركز بصفة خاصة أو هنركز فيه بصفة خاصة حول طبيعة السيد المسيح له المجد. منذ بدء المسيحية وإيمان كنيستنا ثابت وراسخ، نؤمن أن ربنا يسوع المسيح هو الإله المتجسد، وأنه كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، وأنه واحد، طبيعة واحدة، أقنوم واحد، شخص واحد، زي ما بنقول في سقطوقية الاثنين وأوفيسيسن أوت وهيبوستاسيسن أوت وبروسوبونون أوت، بنعبر عنها في السقطوقية بتاع التسبحة إنه طبيعة واحدة. هذه الطبيعة الواحدة ليست هي طبيعة اللاهوت
فقط، أو هي طبيعة النسوت فقط، ولكنها طبيعة الإله المتجسد، فهي طبيعة مركبة مكونة من طبيعتين تجمع كل خصائص اللاهوت وكل خصائص النسوت. فكل الصفات الإلهية والصفات النسوتية لنفس الطبيعة الواحدة. في المسيح له المجد، هو ابن الله وهو ابن الإنسان في آن واحد. هو واحد لما قال أنا والآب واحد. لما قال أنا والآب واحد، هو واحد مع الآب في الجوهر أو في الطبيعة، ولا واحد معاه في الأقنوم؟ نعم، في الجوهر أو الطبيعة، لكن الآب أقنوم والابن أقنوم. طب لما قال أنا، قاله هو في حالة التجسد ولا مش في حالة التجسد؟ التجسد، يعني قاله هو بالجسد. فلما بيقول أنا فيشمل اللاهوت والإيه والناسوت. أنا والآب واحد، ومعروف أنه واحد فين؟ في الجوهر، فهو طبيعة واحدة، واحد مع الآب في اللاهوت في الطبيعة في الجوهر، واحد معانا أيضا في الناسوت في الجوهر، فهو واحد له طبيعة واحدة وأقنوم واحد يشمل كل الخصائص الطبيعية والأقنومية للاهوت والناسوت معا. طيب احنا عمالين نقول طبيعة وأقنوم، وزي ما قلنا في التسبيحة طبيعة واحدة وأقنوم واحد وبروسوب واحد. فاحنا قبل ما نتطرق للموضوع عايزين نعرف معاني المصطلحات دهيت، عشان لما نيجي نتكلم فيها ونشرحها نبقى فاهمينها. احنا بنقول هو طبيعة واحدة من طبيعتين. اذا بنتكلم على طبيعة اللاهوت وطبيعة الايه، حصل بينهم اتحاد تكون طبيعة واحدة. ما هي الطبيعة؟ هنبدأ بالطبيعة البشرية اللي على قدنا عشان ايه نقدر نفهمها بسهولة. احنا بنقول الطبيعة بتاعتنا هي الطبيعة الايه البشرية، صح؟ طيب احنا لينا طبيعة واحدة ولا لينا اكتر من طبيعة؟ طبيعة واحدة، يعني كلنا طبيعة ايه واحدة. طيب احنا كلنا اقنوم واحد او شخص واحد ولا اقانيم كتيرة؟ كلمة اقنوم بتعني احيانا شخص عشان ما تتلخفنوش. احنا اقنوم واحد ولا اكتر من اقنوم؟ طب الطبيعة اللاهوتية كم اقنوم؟ ثلاثة، اللي هما الآب. طيب احنا الطبيعة البشرية بتاعتنا طبيعة واحدة، لكن ليها كم أقنوم بقى؟ حد يعرف؟ اللي يعرف يرفع ايده. قولي. نعم
مظبوط مذاكرة يعني بعدد البشر كلهم. فاحنا طبيعة واحدة لكن ليست وحيدة، ولكن متفردة في أفراد كثيرين. الأفراد دول عددهم ايه؟ قد ايه؟ بعدد أفراد البشرية كلها. طيب أما أقول لنا طبيعة، الطبيعة البشرية يعني إيه؟ الطبيعة البشرية هنبص لينا كلنا بنقول طبيعة واحدة، يعني إيه؟ يعني كلنا بنتكون من جسد وروح، صح؟ يبقى الطبيعة البشرية بتتكون من جسد وإيه؟ وروح. الجسد له صفات معينة وله وظائف معينة الكل يشترك فيها، كلنا نشترك في ايه؟ في التكوين الجسدي. حتى لما يجوا يدرسوا في كليات الطب يدرسوا الانسان بصفة عامة، له نفس التركيب التشريحي، الوظائف الفسيولوجية كلها واحدة، فنشترك في الحاجات دي كلها. فالطبيعة البشرية هي الصفات، مجموعة الصفات الطبيعية اللي بيشترك فيها نفس أصحاب الطبيعة الواحدة، مظبوط؟ طب نيجي للأقنوم، ايه الفرق بين الطبيعة البشرية والأقنوم البشري؟ الطبيعة البشرية والأقنوم الايه؟ البشري. لما اجيب اي اتنين فيكوا قاعدين جنب بعض، نجيب من فوق المرة دي، اهو اول اتنين اللي الناحية دي كده، الاتنين طبيعة واحدة مش كده؟ لكن اقنوم واحد؟ لا، اقنوم مختلف. طيب مختلفين في ايه؟ اقدر اميز اقنوم كل واحدة فيهم ازاي؟ قولوا. الشكل مختلف، في واحدة لونها فاتح عن التانية شوية، في واحدة اطول شوية، في واحدة اقصر شوية، مش كده؟ الصوت مختلف، البصمة مختلفة، دي الصفات الجسدية. طب الصفات الروحية بقى، السلوك مختلف، الفكر مختلف، الإرادة مختلفة، مش هي دي اللي بنفرق بينها بين فرد والتاني؟ طيب يعني إذن الأقنوم البشري هو مجموعة الصفات اللي بتفرد لي الطبيعة، فهي الصفات اللي بتفرد الإيه؟ كلنا جسد وروح، لكن إيه هي سمات الجسد بتاعي والروح بتاعتي؟ الصفات اللي بديت هي اللي بتفرد الطبيعة، تخليها طبيعة محددة واضحة ملموسة محسوسة لها فرديتها. طيب الصفات ده هي مرتبطة بإيه؟ بحسب الطبيعة، طبيعة بشرية بقى الأقنوم، الصفات اللي تفردها الأقنوم البشري بقى اسمه أقنوم بشري لأنه مرتبط بالطبيعة اللي هيفردها أو الصفات بتاعته. يبقى إذن الطبيعة هي مجموعة الصفات العامة لنفس الطبيعة اللي يشترك فيها أصحاب نفس الطبيعة.
الأقنوم هي الصفات الخاصة اللي بتفرد شخص عن التاني أو واحد عن التاني. فإذا كان أقنوم بشري يبقى مجموعة الصفات الجسمية والذهنية والسلوكية اللي بتميز اللي لابسة أبيض عن اللي لابسة اسمه إيه اللون ده يا بنتي؟ نعم؟ موف. مش بميز ألوان اللبس، الشخصية. بما أن الإنسان جسد وروح فهي الصفات الجسمية الجسدية والروحية اللي بتميز فرد عن التاني وتدي له فرديته، صح كده؟ ده بالنسبة للطبيعة البشرية والأقنوم البشري. فإحنا الطبيعة بتاعتنا طبيعة مركبة تتكون من روح وجسد قابلة للتعدد، واحدة لكن مش وحيدة، مش كده؟ لو نيجي بقى للاهوت بنكون حذرين شوية، لأن مين يعرف طبيعة ربنا ما لم يعلن هو عن نفسه هو مين بالضبط؟ فأول حاجة طبيعة الله بسيطة، يعني غير قابلة للتجزئة أو التعدد، طبيعة واحدة وحيدة. هو عرفنا أن طبيعته لها ثلاث أقانيم، بس الأقانيم في اللاهوت مش زي الناسوت، إحنا أقانيمنا متفردة منفصلين عن بعض، لكن الطبيعة اللاهوتية لأنها بسيطة فلها ثلاث أقانيم في بعض في نفس الإيه؟ الطبيعة. الآب والاب والروح القدس. يقول أنا في أبي وأبي في، فهي طبيعة واحدة بسيطة لها ثلاث أقانيم. طيب في الاتحاد لما الكلمة صار جسدا حصل اتحاد بين أقنوم الكلمة بطبيعته اللاهوتية مع طبيعتنا البشرية أو مع الطبيعة البشرية في نفس اللحظة اللي بشر فيها الملاك الست العذراء. منذ اللحظة الأولى لبداية تكون الناسوت وجد متحدا باللاهوت، لم تكن هناك لحظة أو طرفة عين فيها الناسوت موجود مش متحد باللاهوت، لكنه وجد في الاتحاد، فحصل اتحاد طبيعي. طيب لما اللاهوت اتحد بطبيعتنا وصار هو الإله المتجسد اللي هو ربنا يسوع المسيح، احنا الطبيعة بتاعتنا ممكن نتكلم عنها بالعموم طبيعة عامة، يعني تشمل الجنس البشري كله، نتكلم على الطبيعة، نوع الطبيعة ايه؟ نقول طبيعة بشرية، فبنتكلم على حاجة معنوية عامة. لكن كل طبيعة بتاخد فرديتها بأقنوميتها. طيب يا ترى اللاهوت لما اتحد بالناسوت اتحد بالطبيعة البشرية بصفة عامة
ولا بطبيعة بشرية لها فرديتها؟ قولي يا بنتي. صح، ليها فرديتها، لأن ناسوت ربنا يسوع المسيح مميز، له وجود نقدر نميزه عن بطرس وعن يوحنا وعن باقي الناس الآخرين، مش كده؟ صحيح نفس العجينة بتاعتنا، خد العجينة البشرية، لكن ما اتحدش بينا كلنا، وإلا كلنا بقينا يعني إيه؟ أكننا إحنا كلنا بقينا المسيح له المجد. فعشان كده حصل اتحاد طبيعي واتحاد إيه؟ أقنومي. هو مين اللي صار جسدا؟ الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟ نعم؟ الابن، صح. اتحد بالبشر كلهم ولا الطبيعة لها أقنوميتها؟ بالضبط. فحصل اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي. فالطبيعة البشرية طبيعيا وأقنوميا وجدت في الاتحاد. الاتحاد الطبيعي الأقنومي تم في اللحظة الأولى لوجود الناسوت. فاللاهوت اتحد او الناسوت وجد متحدا، له وجود فردي مش بالجنس البشري كله، يعني اقنومي. فحصل اتحاد طبيعي واتحاد اقنومي. معنى الاتحاد ايه؟ كلمة الاتحاد ينتج عنها ايه؟ الوحدانية. الاتحاد يبقوا ايه؟ واحد. زي الانسان بيتكون من روح وجسد، لكن طالما الروح والجسد متحدين بيكونوا طبيعة ايه؟ اللي هي الطبيعة البشرية. والسيد المسيح نفسه والكتاب المقدس لم يتحدث عن ربنا يسوع المسيح إلا عن واحد بس، هو واحد. طب أمال الموضوع يعني واضح كده، أمال الخلاف جه إزاي؟ الخلاف بيننا وبين الخلقدونيين جه إزاي بقى؟ خلي بالكم يا أولاد، ركزوا في اللي هقوله ده. الجزء اللي هشرحه لكم اللي جاي ده لو فهمتوه هتقدروا تفهموا بقيت المراحل كلها اللي هنتكلم فيها، وهتفهموا ليه هم بيقولوا كده وقالوا كده ليه. لأن في ناس تطلع ببدعة. طب طلعوا ايه الدافع؟ ايه اللي خلاهم يفهموا بالطريقة ده؟ هي ده اللي هنشرحه دلوقتي. في بداية المسيحية كان يوجد في مصر أعظم وأول مدرسة لاهوتية في العالم كله، مدرسة الإسكندرية اللي أسسها القديس ماري ماركوس الرسول. هذه المدرسة كانت امتداد لمدرسة الإسكندرية العريقة، لأن في الإسكندرية كان مدرسة عريقة من قبل المسيحية بزمان، وكانت أعظم مدرسة في العالم، وتدرس كل العلوم في الطب والهندسة والفلك والكيمياء وكل حاجة.
وكان عظماء العالم قديما عشان ياخدوا مكانتهم العلمية ويبقى لهم مكانة كويسة ويصبح ليهم شأن، كانوا يجوا مصر ويتتلمذوا في مدرسة الإسكندرية. وطبعا الحضارة المصرية كلكم عارفينها بتبهر العالم كله إلى يومنا هذا بسبب علم وعظمة وعبقرية المصريين القدماء. مدرسة الإسكندرية عبرت عن طبيعة الشعب المصري. الشعب المصري امتاز بالروحانية وقدر يجمع في علمه بين العلوم التجريبية الطبيعية والعلوم الروحانية في آن واحد، وكان يهتم بالعالم الآخر وبما ما بعد الموت. عشان كده إلى يومنا هذا أعظم الآثار المصرية التي تبهر العالم عبارة عن إيه؟ هي الآثار المصرية عبارة عن إيه دلوقتي؟ لا، اللي عارف يرفع إيده، ما نحبش الهيس. قول يا ابني. مظبوط، تلاقوا معابد ومقابر، معبد الكرنك، معبد الأقصر، معبد أبو سنبل. المقابر ده في الأقصر في وادي الملوك، الأهرامات عبارة عن مقابر. عشان كده المدرسة بتاعت الإسكندرية تلاقت أو وجدت توافقا بين طبيعة شعبنا وانسجموا مع فلسفة أفلاطون، لأن أفلاطون كان ميتافيزيقي، كان يؤمن بما وراء الطبيعة أو بما وراء المادة، بالعالم الروحاني. فرغم ان هم نبغوا في العلوم التجريبية الطبيعية الا انهم اهتموا ايضا بما وراء المادة في العالم الروحاني. عشان كده لما كانوا يستخدموا المقاييس والمعايير وطريقة فكرهم، الحاجات اللي هي بيقيسوا بيها وبيدركوا بيها الأمور الطبيعية اللي تخص الطبيعة، ليها مقاييس مناسبة ليها. لكن لما يجي يتكلموا على ما وراء الطبيعة، لا، دي لها معايير أخرى كانوا يؤمنوا بيها لا تصلح معها المقاييس والموازين والمعايير اللي بيتعاملوا بيها مع المواد الطبيعية اللي موجودة الملموسة المادية. فده هيئ علماء مدرسة الإسكندرية لما جه ماري مرقس، أما جم يتعاملوا ويعبروا عن الأمور اللاهوتية كانوا مدركين إن الأمور اللاهوتية والروحانية
لا تقاس بالمقاييس المادية، في حقائق بتبقى موجودة واضحة وممكن نؤمن بيها لكن لا نستطيع أن ندركها كما ينبغي أو نكون في معرفة كاملة نقدر نحيط بيها. عشان كده لما كانوا يتكلموا عن بعض المواضيع اللاهوتية زي مثلا التجسد واتحاد اللاهوت بالناسوت، يقولوا سر الاتحاد، الاتحاد غير المدرك غير الموصوف. لما يجوا يتكلموا عن ربنا زي ما قال أحد الفلاسفة، قالنا نحن لنعرف ما هو الله ولكن نعرف ما ليس هو. نحن لنعرف ما هو الله ولكن نعرف ما ليس هو. ازاي؟ يعني اي حاجة ممكن لها احتواء احنا عارفينه يبقى مش ربنا، يبقى هو غير المحوي. اي حاجة لها زمن يبقى هو غير الزمني، لأن لا بداية ولا نهاية له. أي حاجة نقدر نوصفها يبقى غير الموصوف. أي حاجة ممكن ندركها يبقى هو غير المدرك. أي حاجة نقدر نحدها يبقى هو غير المحدود. شوفوا تعبيراتهم بتبقى ازاي بالسلب. فكان في تواضع في الفكر. الخلفية العلمية والفلسفية بتاعتهم خلتهم يتناولوا المواضيع اللاهوتية باتضاع وانحناء. لأن مين يقدر يحوي بفكره غير المحوي؟ مين يدرك غير المدرك؟ فدايما كده نقول سر الاتحاد، سر الثالوث، سر الفداء. لما نيجي نتكلم على الفداء بنحاولوا يشرحوه لكن يبقى في سر لا ندركه كله، ولكن بيتدخل الإيمان. طب يعني هو الإيمان يتعارض مع العقل؟ لا، لا تعارض للإيمان مع العقل، ولكن توجد أمور تفوق العقل دي نتقبلها بالإيه؟ لكن مش متعارضة معاه. عارفين زي ما احنا بنتفاوت في مستوى ذكائنا في موضوع كده، حد يقدر إيه؟ يدركه ويفهمه، حد تاني مش بسهولة يفهم. مش عشان هو مش مفهمش يبقى الموضوع مش مظبوط، لا، ولكن انا الفهم حدود، فالامر لا يتعارض مع العقل ولكنه قد يفوق الايه؟ العقل. فعشان كده ابائنا لما جم يعبروا مثلا عن اتحاد اللاهوت بالناسوت
في عندنا معطيات من الكتاب المقدس. الكتاب من أوله وآخره إلى آخره يتكلم عن المسيح أنه إيه؟ واحد. أنا والآب واحد. حتى يقول لفيلبس: من رآني قد رأى الآب. أنا والآب، ويكررها. حتى مرة سأل التلاميذ، قال لهم: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ الناس بيقولوا علي إيه؟ أنا ابن الإنسان. فرد التلاميذ يتقدمهم بطرس، قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. قال له: طباق يا سمعان ابني، ولحما ودما لم يعلن لك، ولكن أبي الذي في السماوات هو أعلن إيه لك. فهو ابن الإنسان ولا هو ابن الله؟ هو واحد، هو نفسه ابن الله، وهو نفسه ابن الايه؟ الإنسان. فعشان كده أبائنا فهموا اتحاد اللاهوت بالناسوت بعمق واتضاع، وفكر مبني على الحقائق الكتابية المعطاة لنا من الكتاب المقدس، ومن خلال التقليد الذي تسلمناه من أبائنا الرسل والأباء معلمي البيعة على مر العصور، أن المسيح واحد. الملاك قال للعذراء: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. عشان كده لقبت السيدة العذراء بوالدة الإله، مش كده؟ أما راحت لأليسابات، فاكرين المحاضرة اللي فاتت؟ قالت لها: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ طب هي والدة الله، يعني هي أصل اللاهوت؟ لا، لكن المسيح لما اتولد في حالة الاتحاد، اللاهوت متحد بالناسوت منذ اللحظة الأولى، لما اتولد منها اتولد هو الإله المتجسد، فهي ولدة الإله المتجسد، فعشان كده يطلق عليها والدة الإله. بالنسبة لينا الموضوع بسيط واضح، ما فيهوش أي مشكلة خالص. مسيح واحد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، الناسوت لم يتلاشى باق، صفات الناسوتية كلها موجودة بالضبط زي قطعة الفحم المتوهجة بالنار أو قطعة الحديد، تجمع كل خصائص الفحم وكل خصائص الايه؟ النار، لها الحجم والكتلة والوزن، ولها التوهج والإحراق، بحيث اللي يمسك كده يمسكها بإيده وقادر يمسك وحاسس بملمس، نقول له: أنت ماسك ايه؟ يقول ايه؟ فحم. لو فحم اقول لك خليكي ماسكها كده، هي فحم ونار في آن واحد، لها كل صفات الفحم، ان اقدر ليها ملمس، لكن ملمسها ده بيحرقني، ده صفات النار. فشبهه اتحاد اللاهوت بالناسوت بالفحم المتقد، اللي هو بيشير نقول العذراء المجمرة الذهبية العذراء وعنبرها هو مخلصنا. فأبائنا فهموا الموضوع بصورة قوية عميقة كتابية، فيش أي مشكلة بالنسبة لنا خالص، لأن التكوين الفكري والخلفية العلمية والفلسفية بطريقة تفكيرهم أهلتهم إن هم يتجاوبوا مع عمل الله وروحه القدوس في التعليم باتضاع، فقدروا يستوعبوا. من جهة أخرى أو في الجانب الآخر، إحنا قلنا دي كان مدرسة إيه؟ الإسكندرية.
كان في مدرسة تانية مشهورة اللي هي مدرسة أنطاكيا، والمدرسة دي كانوا متأثرين بفلسفة أرسطو. أرسطو ده كان واقعي، أفلاطون كان يعني إيه روحاني خيالي، حتى الناس يقول لك ده أفلاطوني، أما يكون حد كده يعني إيه مشاعره تسبح. أرسطو واقعي بيتعامل مع الواقع الملموس المحسوس. فالمنهج التفكيري والعلمي كل معاييره ومقاييسه مادية وحسية. هذا المنهج ممتاز وناجح جدا ومثمر جدا لما الإنسان يجي يدرس العلوم التجريبية المادية الفيزيقية. كل المعايير والمقاييس اللي بنشتغل بيها تمشي تمام. عشان كده ممكن اللي يمشي بالمنهج ده ينبغ في العلوم الهندسية والطبية والكيميائية وما إلى ذلك، لكن هيجي عند الأمور الروحية واللاهوتية ما تنفعش. عايزين يفهموا الأمور اللاهوتية، عايزين كأني في معمل ويخضعوا المفاهيم اللاهوتية للمقاييس بتاعتهم. فما نقول حصل اتحاد بين اللاهوت والناسوت، طب ده هنا الناسوت مادي ايوه، لكن اللاهوت ده روحاني. طب ده احنا لو سألناهم تقدروا توصفوا لنا احنا كبشر، سيبكم اتحاد اللاهوت بالناسوت، حد يقدر يوصف لي اتحاد النفس او الروح بالجسد شكله ايه؟ حد يقدر يوصفه؟ كم وكم اللاهوت بالناسوت؟ ففهموا الاتحاد بنفس المنهج التفكيري اللي بيفكروا بيه لما يجوا يفهموا مثلا الاتحاد الكيميائي. اتحاد الايه؟ الكيميائي. هنيجي هنسأل في الكيمياء دلوقتي، عشان كده بنحب اللي يبقى يحضر معانا يبقى شاطر ودارس ومذاكر كويس. هنشوف الشطارة بقى دلوقتي. حد تخصص كيمياء هنا؟ ايه ارفع اللي رفع ايدها دي ايه؟ قول يا بنتي تخصص ايه؟ كلية ايه؟ الاتحاد الكيميائي بيتم ازاي؟ عشان عنصرين يتحدوا مع بعض، ايه شروط الاتحاد؟ قول يا ابني. لازم العنصرين ايه؟ لا اللي مش بالفلز ولا فلز، مفروض التكافؤ، حسب التكافؤ. ايه هي الفلزات؟
لما نيجي مثلا المية تتكون من ايه؟ اكسجين وهيدروجين. كم ذرة اكسجين وكم ذرة هيدروجين؟ نعم، واحدة اكسجين. طب ليه؟ عشان الاكسجين ثنائي التكافؤ والهيدروجين احادي الايه؟ التكافؤ. كلوريد الصوديوم ازاي بنقول ده احادي التكافؤ وده ثنائي التكافؤ؟ كل ذرة من ذرات المادة فيها نواة وفيها مدارات خارجية. المدار الخارجي لو فيه 8 الكترونات يبقى مش ناشط، يبقى ايه؟ في حالة سكون. لو المدار الخارجي زاد 1، في 1 بس او 2، او في ناقص 1 او 2، يبقى 7 او 6، يبقى ممكن نقول احادي او ثنائي حسب اللي فيه. فلو في احادي مع احادي، لو 1 7 وفي 1 الكترون 1، يبقى الالكترون يجي مع 7 يبقى 8، يكونوا مركب كلوريد الصوديوم مثلا، الهيدروجين والاكسجين، يبقى ذرتين هيدروجين مع 1 اكسجين في الاثنين تكون المية. فلازم عشان يحصل اتحاد يبقى في طرف في حاجة زايدة والطرف التاني يبقى في حاجة ناقصة، صح؟ فالزايد يكمل الناقص يكونه ايه؟ مركب. لو الاثنين في حالة كاملين خلاص يبقى ما يتحدوش بحاجة، لكن الحالة الناشطة ان يبقى فيه حاجة زايدة وحاجة ايه؟ ناقصة، فيكملوا بعض ويحصل اتحاد. اللي فاهمين كيمياء وذاكروا هيفهموا، اللي ما درسوش كيمياء ومش مذاكرين مش هيفهموا. فإذا الاتحاد بحسب الكيمياء لازم يكون في حاجة ناقصة وحاجة ايه؟ كاملة. حاجة ناقصة وحاجة كاملة. مدرسة أنطاكيا ماشية على بمنهج أرسطو، فيفهموا الاتحاد ازاي؟ عشان يحصل اتحاد لازم يكون في حاجة كاملة وحاجة ايه؟ ناقص. ده في المادة في الكيمياء، لكن في اللاهوت للأسف منحنوش أمام الحقائق الإلهية أو الأمور الإلهية، واستخدموا معها المعايير الحسية في إدراكهم الأمور اللاهوتية. لأن دي كانت مدرسة إيه؟ أنطاكيا. فعلشان كده ظهر منها هراطقة كتير. من الهرطقات المشهورة في هذا الأمر هرطقة أبوليناريوس، لأنه كان من مدرسة أنطاكيا. فكل الكنيسة بتؤمن إن حصل أو حدث اتحاد بين اللاهوت والناسوت، والمسيح له طبيعة واحدة من طبيعتين،
والعدرة بناء على هذا الاتحاد ممكن يطلق عليها والدة الإله. محدش اختلف على كده، لكن الاختلاف بدأ يظهر امتى؟ لما جي يشرح. لما جي ايه؟ أبائنا لما جم يشرحوا يقولوا سر الاتحاد، الاتحاد غير المدرك، الاتحاد غير الموصوف. لكن بتوع مدرسة أنطاكيا لا، ده اعتبروها كأنها كيمياء. قال بس قاعد يفكر بقى، لازم يكون فيه حد كامل وحد ايه ناقص. يجبره يقول ان اللاهوت ناقص، مش هيقدر على اللاهوت، فيتشطر على مين؟ الناسوت. فقال بس، هو مش الناسوت بيتكون من روح وجسد؟ تاهت والإناء. يبقى اللاهوت حل محل الروح الإنسانية في الاتحاد. يعني كأن الاتحاد حصل بين اللاهوت وبين الجسد، واللاهوت كان بدل الايه؟ الروح. طب هو لو حصل كده يبقى اتحد بطبيعتنا؟ لا، لأن الطبيعة البشرية روح وجسد. كل ده عشان يقول زي بقيت الكنيسة ما بتقول ان المسيح لو المجد حصل اتحاد بين اللاهوت والناسوت وبقى طبيعة ايه؟ واحدة. فخلها طبيعة واحدة بس طبيعة مشوهة. احنا بنقول كامل في لاهوته وكامل في ناسوته. طيب نقدر نقول في الحالة دي انه كامل في ناسوته؟ طيب لو هجي خلصنا، طب هكذا هيخلصنا احنا؟ ما بقتش طبيعتنا. ما لا يؤخذ لا يخلص. طبيعتنا هي الانسان روح وجسد. فعشان كده الكنيسة أدانت هذه البدعة وحكم على أبوليناريوس بالهرطقة وعزل، وأصبح في تأكيد وفي تكرار في كل مكان إن السيد المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته. لأن أبوليناريوس قال الروح الإنسانية مش موجودة، وعشان كده بدأنا نقول في القداس تجسد وتأنس. يعني مش مجرد جسد وبس، لا، خدنا صوت كامل بالنفس البشرية. يعني اللاهوت اتحد بطبيعة كاملة لها روح وجسد. عشان كده هو على الصليب قال يا أبتاه في يديك استودع روحي، الروح الإنسانية. المهم اتحكم على مين؟ على أبوليناريوس. إيه اللي خلاه يقول كده؟ الخلفية العلمية والفلسفية بتاعته. الدنيا مشيت هادية شوية، وبعد كده بشوية ظهر واحد تاني مش عادي، بقى كان بطرق للقسطنطينية، اسمه نسطور. اسمه ايه؟ نسطور. نسطور الكنيسة بتقول المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته. الدنيا ماشية كويس خالص، وبدأ يهاجم هرطقة أبوليناريوس بقوة. طب حلو خالص، لكن لما جه يشرح
كامل في لاهوتي وكامل في ناسوتي، قال كده مش هيبقى اتحاد. طالما كامل مع كامل ما ينفعش ايه يتحد. قال لا، ده كان في نوع من المصاحبة، الملاصقة. فالمسيح له المجد كان طبعتين وأقنومين، طب ازاي ده احنا شايفينه واحد؟ قال لا، الواحد دوت البروسوبون، لان من ضمن التعريفات اللي انا ما قلت لها الكوش، احنا قلنا الطبيعة والأقنوم، وفي البروسوبون من ضمن معاني الشكل الخارجي او الشخصية القانونية او الاعتبارية. يعني ابونا مينا وابونا موسى مثلا لهم نفس كرامة، يحملوا كرامة كهنوتية واحدة، وحدة الكرامة. ده قسيس وده قسيس، لهم كرامة كهنوتية ايه؟ واحدة. لكن هما واحد؟ لا. او تعني الشكل الخارجي او الشخصية يعني انا بقول لكم تعريف البروسوبون، واللي هو احيانا يتقال عليه شخص بس غير الاقنوم. فقال المسيح بروسوب واحد لكنه اقنومين وطبعتين. يعني ما فيش اتحاد، ممكن يتقال اتحاد لكن هو نوع من المصاحبة، مش اتحاد حقيقي يعني، مصاحبة أو الملاصقة. قال بس أنا بأكرمه برضو، قال أكرم الحامل من أجل المحمول، أكرم الإرجوان من أجل المتردي فيه. لكن المسيح هو إيه؟ اتنين، هو الله والإنسان. وما يقولش كامل في لاهوتي وكامل في ناسوتي، يقول إله كامل وإنسان كامل. هو إله كامل وإنسان إيه؟ كامل. الله، طب ما دي له خطورته. كل واحد يعمل ما يخصه. وأولا يعتبر العذراء ما نقولش والدة الإله. ما ينفعش نقول العذراء والدة الإيه؟ الإله. وقال إن الناسوت تكون أولا وبعد كده حل فيه اللاهوت. الحلول ده بمجرد التصاق أو مصاحبة. ايه اخطر حاجة في ده كله كمان يا اولاد؟ طب لو مشينا معاه خطوة 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 لغاية ما نوصل على الصليب، يبقى مين اللي اتصلب؟ يبقى ايه قيمة الفداء؟ ربنا احيانا يسمح بامور واحداث، لكن بيدبر اللي يدافع عن الإيمان في كل جيل. له في شهود لا يترك نفسه بلا إيه؟ شاهد. في وسط هذه الزوبعة هيأ الله القديس كورولوس عمود الدين أو عمود الإيمان. وكان يتمتع بمواهب عظيمة وجميلة،
أولا اتعلم تعليم عميق على المستوى المعرفي والمستوى الروحاني، لدرجة خاله كان البابا توفيلس وده في بداية شبابه تتلمس في البرية 5 سنين عند أحد الآباء القديسين. غير ان ربنا حباه بذكاء حاد، ذكاؤه مع دراسته مع نقاوته وطهارته خلى بقى فيه نوع من الالهام الروحي، بقى اناء نقي متجاوب أو مهيئ العمل الروح القدس فيه. لما نصره كان بطرك بدأ يقول التعليم بتاعته دهيت، الناس بدأت تتعجب وضجت وبدأ الموضوع ينتشر، فبدأ الشعب يستغيث بمين؟ البابا كيرلس كان زائع الصيت في تعاليمه، فبعتوا له الحق ده بحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فالبابا كيرلس عمود الدين باتضاعه وروحه الطيبة بدأ يبعت رسائل لنسطور مليانة بتعبيرات المحبة ولفت النظر بصورة متضعة للأخطاء اللي هو بيقولها. بعت له رسالة ما تجاوبش، فضل مصر برضو على اللي هو بيقوله. بعت له رسالة تانية بيزيد فيها أكتر، بعت له رسالة تالتة في غاية الأهمية، جاب كل النقط اللي نصور بيغلط فيها وحطها في شكل بنود 12 أو فصول 12 أو الحرمات ال 12 دي كلها بتعبر عن حاجة واحدة. لما نقول الفصول ال 12 للقديس كيرلس أو البنود ال 12 أو الحروم ال 12 كلها توصيف لحاجة واحدة، وبدأ يقولها بصورة محددة قاطعة مانعة. يعني اللي يقول كذا 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 وما يقولش كذا يبقى محروم، وفند كل الدعاءات نسطور وغطاها بالبنود ال 12. لكن للأسف نسطور ركب دماغه ولم يتضع ولم يرتجع، فبدأ يبقى فيه قلق في العاصمة، لأن دي كانت عاصمة الإمبراطورية، كان في القسطنطينية، فأي كلمة فيها بتسمع في العالم كله، فبدأ هيبقى فيه اضطرابات. فلما وصل الأمر إلى مسامع الإمبراطور ثيودوسيوس الصغير، وكان رجل تقي لكن في نفس الوقت لا يتدخل في الأمور اللاهوتية، هو ملك وإمبراطور كبير لكن الخلافات اللاهوتية دي مش مجاله مش تخصصه. طب هيترك الأمر كده؟ لا، إنه يحصل اضطرابات في الإمبراطورية. فدعا إلى مجمع مسكوني ينعقد في أفسس في سنة 431، وكلف
البابا كيرلس الأول عمود الدين، بابا وبطريرك الإسكندرية، برئاسة هذا المجمع. وحدد الميعاد ان يبقى في عيد العنصرة. طبعا حصل تبادل بين الرسائل البطارقة مع بعض، فبابا روما كان راجل طيب في الوقت ده اسمه كليستين، ما كانوش بتوع روما يحضروا المجامع قوي، فبعت لما قرأ رسائل القديس كيرلس قال انا اؤيدك، و يعني انت تضم صوتي لصوتك في المجمع. بيحصل لما بيكون في مجامع هيتاخد فيها قرارات وفي حد ظروفه مش هتسمح ان يحضر، فممكن يفوض او يوكل احد الاباء ان يصوت بالنيابة عنه. بدأ الاباء الأسقفة من كل أنحاء العالم يتجه إلى أفسس. البابا كيرلس رغم علمه الغزير ومعرفته العميقة كان روحاني، فصمم أن ياخد معاه قامة روحية كبيرة عشان يبقى سند بالصلاة. فخد مين معاه؟ كان يعيش في ذلك الوقت القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، فخده معاه للمجمع هناك. راحوا قبل الميعاد وانتظروا الأسقفة من كل الأقطار، توافدوا وحضروا. جه ميعاد انعقاد المجمع، مين مجاش؟ أولا النسطور رفض الحضور، لكن اللي مجاش بطرك أنطاكيا، كان اسمه يوحنا، يوحنا الأنطاكي، تأخر. اسكندرية أقرب لأفسس ولا أنطاكيا أقرب؟ نعم أنطاكيا ده قريبة قوي، اللي هي في تركيا دلوقتي. اتأخر الآباء، حسوا ان يوحنا الانطاكي مش عايز يجي، فقالوا للبابا كيرلس المجمع ينعقد، قال لهم لا ننتظر شوية. طب ليه يوحنا الانطاكي مش عايز يجي؟ لانه كان زميل نسطور، لان احنا قلنا نسطور كان مدرسة ايه؟ انطاكيا. مش احنا قلنا أبوليناريوس كان من مدرسة أنطاكيا ونسطور من مدرسة أنطاكيا، فكان هو ويوحنا من نفس المدرسة. فموقف محرج لبطرك أنطاكيا. مش كده وبس، ده نسطور لما حدث الدعوة لعقد المجمع بعت رسالة ليوحنا الأنطاكي يقول له يا ريت تعضد سؤدوريتوس وتكون معاه. من هو سؤدوريتوس هذا؟ ده بقى الاسم ده أول مرة أقوله لكم، انتوا تحفظوه كويس لان هيكون فيما بعد سبب البلاوي كلها. سؤدوريتوس اسقف قورش، سؤدوريتوس اسقف ايه؟ قورش.
وكان القزن بتاع نسطور ابن عمه ابن خالته حاجة زي كده، قزنز يعني قرايب. فقال له تعدده كويس سؤدوريتوس، وسؤدوريتوس قال لي يوحنا لا ننتظر شوية، انتظروا قد ايه؟ 16 يوم مش عايز يجي. البابا كرولوس قاعد مستني برضو مش عايز ايه، لان عارف فاهم بيتلككوا عشان ما يحضروش المجمع وبعد كده يهاجموه. فأم يوحنا بعت بعض الأسقفة قال لهم روحوا انتوا وقولوا لهم ان لو ان احنا ممكن نتأخر شوية، فابدأوا انتوا الايه المجمع. فالأسقفة عمالة تلح على البابا كيرلس ان يبدأوا الجلسات، فلقوا دول جايين قالوا لهم يوحنا الأنطاكي البطرك بيقول لكم يعني ايه اذا ظروفنا يعني ما ساعدتناش اتأخرنا شوية ما تعطلوش نفسكم، ابدأوا انتوا. فعرفوا على المكشوف كده انه مش عايز ايه يحضر. انعقد المجمع، نسطور رفض الحضور، فتناقش الآباء وكان رسائل القديس كيرلس موجودة وأقوال نسطور موجودة، فتبنى المجمع رسائل القديس كيرلس اللي كتبها النسطور كأساس ومعيار للإيمان، ولا سيما الرسالة رقم كام؟ التالتة اللي فيها البنود الاثناشر. وأخيرا حكم على نسطور بالحرب. الملك لما كان عقد المجمع جاب بعض القادة ان هما يبقوا يشرفوا على الامن الخاص بالمجمع، فجاب قائد اسمه كانديديانوس، وده كان على معرفة وثيقة بنسطور، بعته في واحد الملك ما كلفوش لكن هو تطوع كده للملك قال له انا هروح برضو يعني ايه عشان نساعد في النظام، وكان لصيق ووثيق الصلة بمين؟ بنسطور اسمه إيريناوس. خلي بالكم الأسئلة دي مهمة، سوري الأسماء مهمة، هتيجي فيها أسئلة عشان الأسماء دي هتتكرر بعد كده. فالمهم المجمع حكم بحرم نسطور وكتاباته وتعاليمه، كتبوا قرارات المجمع يحاولوا يبعتوها للإمبراطور. مين مانع؟ كانديديانوس وإيريناوس. أول لما المجمع حكم بحرم نسطور مين وصل بقى في الحال؟ يوحنا الأنطاكي، وكان معاه 24 أسقف وانضم ليهم بعض أسقفة من النسطرة، كلهم عددهم طبعا محدود أقل من 40 واحد. المجمع أفسس كان فيه كم أسقف؟ تعرفوا لو ما قلتوش فيه كم؟ 200.
دول حاجة قليلين. فأول لما عرفوا ان حكموا على نصور بس ما صدقوا، عقدوا مجمع واعتبروا ان هو ده المجمع الايه الاصلي، وراحوا حرموا في المجمع دوت البابا كيرلس واسقف افسس اللي اسمه ممنون، ممنون اسقف افسس، وخدوا الحكم دوت وبعتوه للامبراطور. راح فريرة، واللي ودهوله ودهوله باسم المجمع، كأن المجمع انعقد وحكم بإيه بكده. كنديديانوس وإريناوس لما اتحكم برضو على نصور قالوا لهم ابعتوا شكوى للإمبراطور برضو عشان إيه، وقولوا إن ممنون اضطهدونا لأنه أصله من الإسكندرية، فرحب ببتوع اسكندرية، وأي أسقف غريب يجي تاني ما كانش يديله كنيسة يصلي فيها ولا يعني مهتمش بيه، وفضلوا يوغروا صدر الإمبراطور تجاه مجمع أفسس والبابا كيرلس. الإمبراطور بعت قائد تاني، الإمبراطور مسك الحكم كده تعجب، بقى أنا جايب البابا كيرلس يبقى رئيس للمجمع هو اللي يتحكم عليه. فبعت قائد روح شوف الموضوع ونفذ الحكم، لأنه بيحترم قرار الإيه المجمع. فمجمع أفسس قاعدين ومش عارفين يوصلوا الحكم للإمبراطور، فوجئوا إن قائد جه قبض على البابا كيرلس وممنون وحبسوهم حبس انفرادي. طبعا المجمع لما شاف الوضع دوت حصل ضجة، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ معقولة؟ معقول يحصل كده؟ وحاطين سدين الطرق ممنوع حد يروح للإمبراطور. طب لدرجة ان يتقبض على البابا كيرلس وممنون أسقف أفسس؟ الحق يبقى باطل والباطل هو الحق. فربنا ألهمهم بفكرة، في راهب تطوع، راهب بسيط، لبسوه لبس شحات وجابوا قرارات المجمع وجابوا عصاية مجوفة وحطوا القرارات ايه جوه العصاية، وقالوا له روح حاول تبعت الايه، عايزين نوصل الرسائل وقرارات المجمع للإمبراطور. الراهب ده كان شاطر شوية في التمثيل، عمل نفسه شحات، فطبعا شحات هيعدي العساكر والضباط مش هيقولوا له حاجة، هما بيمنعوا الأسقف أو الناس اللي هما تبعهم، ده واحد شحات على باب الله كده. فسابوه، هو عدى من هنا وجري. طب هيدخل للإمبراطور ازاي؟ هيوصل ازاي؟ مش بالساهل. فجت له فكرة بقى. كان في ذلك الوقت يا ولاد الأديورة والرهبان في العالم كله، كل أنظارهم وقلوبهم وأشواقهم متجهة لفين؟ لمصر وصحاري مصر وآباء مصر، لأن الرهبانة نشأت فين؟ في مصر. فكان كل الرهبان في كل العالم يحبوا جدا مصر وكرسي الإسكندرية وآباء الإسكندرية، لأن الرهبانة نشأ في الإسكندرية.
والراهب ده كان عارف كده، فقال انا لو مش هعرف اوصل للامبراطور، فراح لفي واحد اتنين شيوخ هناك، فاحد اديرة او براري القسطنطينية، كان ليهم 48 سنة في مغايرهم ما بيخرجوش، حتى الامبراطور لما كان يحب ياخد بركتهم هو اللي كان يجي ويروح يزورهم وياخد بركتهم في المغاير بتاعتهم. واحد اسمه دلماطيوس والتاني اسمه أوطاخي. تستعجلوش، في مفاجآت حلوة هتشوفوها كتير. فدلماطيوس وأوطاخي أول لما شافوا القرارات وعرفوا إن البابا كيرلس بابا الإسكندرية مقبوض عليه ومحبوس، وهم اللي قاعدين في مغايرهم بقالهم 48 سنة، تركوا مغايرهم خرجوا متوجهين مباشرة إلى القصر الإمبراطوري. طبعا الاتنين الشيوخ دول أول لما خرجوا في البرية كل الرهبان يبصوا، الله ده مين؟ ده دلماطيوس وأوطاخي؟ ده ما بيخرجوش أبدا، الحكاية. فكل البرية خرجت إيه؟ وراهم، عملوا موكب روحاني متوجه إلى القصر الإمبراطوري. ارتجت المدينة كلها، ندخلوا بالتسبيح طول الطريق بيسبحوا ويربعوا مع بعض. الكل خرج إيه معاهم، نما إلى علم الإمبراطور باللي جاري، وان دلماطيوس وأوطاخي جايين، ده انا بنفسي اللي بروح لهم. خرجوا قابلهم، عرضوا عليه قرارات المجمع، فتيقن الملك او الامبراطور ان في مشكلة كبيرة حصلة. فاول حاجة امر بإن 8 من كل فريق يقولوا، وإطلاق سراح المسجونين. فراح 8 من كل فريق. مين بيتزعم 8 بتوع يوحنا الأنطاكي؟ مين؟ انا مش سامع سؤودوريتوس. اعرفوا انتوا خايفين تنطقوا سؤودوريتوس اسقف قورش، كان مكار. فلما اجتمعوا مع الامبراطور البابا كرولوس ما كانش موجود لسه، ما جاش، فانتهزها فرصة سؤودوريتوس، قال بس نعتبر المجمع اللي حصل ده كأنه لم يكن، وهطلب فتح الموضوع من ايه؟ من جديد، إعادة التحقيق. لكن لما الآباء بتوع مجمع أفسس عرضوا الإجراءات اللي تمت في المجمع وإن كلها إجراءات قانونية سليمة وفقا لتعليمات الإمبراطور انعقد المجمع وحكوا له كل حاجة، فاعتمد قرارات مجمع أفسس. وأمر بعزل نسطور ودعا لرسامة
بطريرك جديد للقسطنطينية سموه ماكسيميانوس. في حاجة أنا نسيت أقولها لكم، معلش أنا برتجل يا أولاد من دماغي، يعني إيه في حاجة في السكة كده هقولها لكم. هرجع شوية تاني، لما يوحنا الأنطاكي جه وعقد مجمع وحكم فيه على البابا كيرلس وممنون، وصل الخبر لآباء مجمع أفسس، فعقدوا جلسة رابعة. كان المجمع مفروض انفض، عقدوا جلسة رابعة دعوا فيها يوحنا الأنطاكي ومن معه، وعقدوا جلسة أخرى دعوه في الجلستين دول دعوه 3 مرات مجاش، فحكم المجمع على يوحنا ومن معه بأنهم ليس لهم صلاحية كهنوتية بأن يفيدوا أو يضروا، ليس لهم السلطة إلى أن يرتدعوا ويتوبوا ويخضعوا لقرارات مجمع أفسس. يعني اتحرم هو واللي ايه واللي معاه. المهم نرجع تاني، الامبراطور اعتمد قرارات مجمع افسس وصرف الجميع وخلى في واحد تاني يترسم بدل نسطور. لما صرفهم كلهم طبعا كله رجع الى كرسيه بما فيهم البابا كيرلس، لكن رجع منهك. خلي بالك يا اولاد اللي بقوله لكم ده ملخص شديد قوي، انتوا بيتهيألكوا ان انا بتكلم يعني بنقول موضوع كتير، اللي بقوله لكم ده ملخص شديد 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 جدا. احنا بندرس الموضوع ده في كورسات تاريخ الفكر الكريستولوجي لغايه دلوقتي، واخدين حوالي 35 محاضره في ساعتين كل واحد على الأقل وما خلصناش. فاللي بنقوله ده ملخص. فالبابا كيرلس رجع منهك، كل الكنائس رجعوا في سلام ووئام واتحاد، وأصبح مين مفصول من الشركة، من شركة الكنيسة الجامعة الرسولية؟ يوحنا الأنطاكي ومن معه. الكلام ده كان امتى؟ 431. طبعا وضعهم كان صعب، فحصل ان ماكسيميانوس البطرك الجديد للقسطنطينية حب يكون حمامة سلام، ان يحاول يرد يوحنا ومن معه لحضن الكنيسة الجامعة الرسولية عشان يرجع للشركة. فتحدث هو وغيره من أساقفة القسطنطينية مع الامبراطور في هذا الشأن، فرحب الامبراطور بالفكرة وتواصلوا مع 2 من الشيوخ القديسين، أكاكيوس أسقف حلب والقديس سمعان العمودي كان يعيش في الوقت ده. قالوا لهم يا ريت تحاولوا تقنعوا يوحنا ومن معه بالخضوع لقرارات مجمع أفسس عشان يرجعوا للشركة مع الكنيسة.
وكلف قائد اسمه أرسطولاوس بمتابعة هذا الأمر. فأكاكيوس أسقف حلب كلم يوحنا ومن معه، فردوا عليه قالوا له عشان نبقى في شركة أو يعني نبقى مع بعض لينا طلبات، إن البابا كيرلس يتراجع عن كتاباته ويبقى لا نعترف إلا بمجمع نقيا فقط، يعني إلغاء مجمع إيه، وإنه يتراجع عن كتاباته ولا سيما البنود الـ12. طبعا هي مشكلتهم مع الكنيسة كلها مش مع البابا كيرلس. فأكاكيوس بحسن نية بعت للبابا كيرلس الكلام ده، قال له أولا كل ما كتبت يتفق مع إيمان نقيا وكتب بحق، وتبناه أقره المجمع بكل ما فيه. وما زلنا نتمتع بقوانا العقلية بحيث لا يمكن أن نلغي ما كتبناه بحق، وإلا يبقى كأن اللي قاله نسطور صح، وكأني عزل بالظلم، وهذا ما لا يمكن. بالإضافة أن الإمبراطور حط شروط لما بعتهم يكلفوا بهذه المهمة، حط شروط، قال أنا موافق يروح أرسطولاوس بشرط أن يوحنا ومن معه يخضعوا لقرارات مجمع أفسس وتعاليمه، ويحرموا نسطور، ويعترفوا بماكسيميانوس بطرك بدل نسطور، وأنا واثق إن البابا كيرلس وكل أعضاء المجمع بمجرد ما هيعملوا كده هيقبلوهم في الشركة معاهم تاني. بيتكلم كأن دول في خصومة مع مجمع، ما هيش خصومة شخصية. فرفض البابا كيرلس بشدة، والموضوع وصل لأرسطولاوس، وهو مكلف بالإمبراطور عارف هيعمل ايه، فقال لهم شوفوا بقى الإمبراطور قايل إنكم لازم تعملوا كذا كذا كذا، هتنفذوا ولا أروح أقول له مش عايزين؟ قالوا له طيب إحنا هنتصرف، إدينا فرصة. فراحوا جابوا واحد من الأسقفة الطيبين اسمه بولس أسقف حمص. بولس أسقف إيه؟ حمص. قالوا له احنا هنفوضك بالنيابة عننا، تروح تتفاوض مع البابا كيرلس بمجرد بس احنا لينا طلبات اهي. ادوله رسالة فيها الطلبات، ان يعني ايه نفس الكلام، ان يلغي تعاليمه يعني يرفض او يعني كأنه البنود الـ12 اللي كتبها دي مش مظبوطة ويلغيها ويبقوا في شركة. بولس أسقف حمص كان راجل طيب قوي
لا لومة أو غبار عليه، لكن كان بسيط القلب. مش كل واحد بيبقى له يعني الايه المعرفة العميقة والدقيقة. لما وصل الإسكندرية، وصل في أواخر في ديسمبر في كانون الأول، كان ساعتها البابا كيرلس يعاني من مرض شديد نتيجة الأحداث والصراعات. كان يعاني من مرض شديد جدا، لدرجة لما نتيجة الجولة الأولى عن طريق أكاكيوس أسقف حلب، البابا كيرلس لما شاف طريقتهم دهيت والمراوغات الشريرة بتاعتهم ازداد عليه المرض. فتلميذه الخاص كتب رسالة باسم البابا كيرلس لماكسيميانوس بطرك القسطنطينية، وشرح له اللي حصل، وعرفه ان البابا كيرلس بيعاني جدا من هذا الاسلوب والمراوغات. المهم بولس اسقف حمص لما جه كان البابا مازال مريض، انتظر يومين لغاية ما البابا استرد صحته وتقابل معه، سلم عليه. البولس اسقف حمص كان محبوب، فقال له انا جاي لك بقى في خير، ويعني عايزين الامور تتحل، وهم بعتين رسائل كده وطلبات. البابا كيرلس اراها نفس الايه الوضع، عايزينه يتنازل عن كل كتاباته ويتراجع عنها، ولسيما البنود الاثناشر. وكانوا بيتهموه انه أبوليناري، انه لو ما يقول طبيعة واحدة يبقى أبوليناري. فالبابا كيرلس لما شاف كده زعل، وقال له بدل ما يقدموا اعتذار بيضيفوا اتعابا فوق الاتعاب، هو ده اللي كنت منتظره يعني؟ ده الكلام اللي تجيبهولي؟ وزعل. فبولس اسقف حمص قال له انا ما اقصدش خالص اضايقك، انا بسلامه قلب جبت لك الحاجات دي، لكن ما تضايقش نفسك، سيبك من دي خالص. انت تطلب ايه واحنا نعمله؟ ما هم فوضينه بقى. قال له انا متنازل عن كل الاهانات الشخصيه والاساءات اللي وجهت الي، دي قرارات مجمع، اني التزموا بقرارات المجمع، ان كتاباتي كتبت بحق، ومن ثم يقر بعزل نسطور وبماكسيميانوس بدل نسطور، وبان العذراء والدة الاله. قال له بس كده؟ طب ما انا بؤمن بكده، هات انا وقع لك. وقع عليها على الحاجات ده هي. فالبابا كيرلس استقبله وخلاه صلى معاه قداس، كان يوم 25، وصلى قداس ثاني في 1 كانون الأول، يعني أول سنة 433. كان اللي حصل ده في 432، وصلى معاه قداس في أول يوم في سنة 433. قال له بس كده؟ ليك طلبات تاني؟ قال له لا، بالنسبة لك ما فيش حاجة تاني خلاص. قال له يعني كده تبقى خلاص يعني قبلتهم؟ قال له لا، أنا قبلتك أنت، لكن هم ما فيش ما يفيد إن أقروا بكده، لازم هم اللي يوقعوا على الشروط اللي حطها المجمع واعتمدها الامبراطور وبعت أرسطولوس معاك على هذا الأساس. قال له قوي يعملوا كده.
طب لو عملوا كده ليك طلبات تاني؟ قال له لا ماليش طلبات تاني، انا متنازل عن كل الامور الايه الاهانات الشخصيه. قال له خلاص متفقين، اعتبر الموضوع ايه منتهي، خلاص يا سيدي احنا في سلام اهو. قال له طب بس بقى كان لينا بعض طلبات تاني، احنا خلاص الموضوع التصالح مع يوحنا الانطاكي ده انتهى، هيوقعوا خلاص، بس كنا قصدينك عشان الفرحة تكمل في كذا استفسار كده، او يعني حاجة كنا عايزين نسألك فيها ايه. قال له معايا رسالة بتاعة البابا أثناسيوس لبكتيتوس، الرسالة دي تؤمن بيها ولا لا؟ قال له البابا أثناسيوس ده أبونا كلنا وكل تعاليمه مستقيمة وكل ما جاء في الرسالة أقرها، ما لم يكن تكون زورت، ما لم يكن تكون ايه مزورة. قال له الرسالة معايا اهي. فالبابا كيرلس بعد جاب الرسالة الأصلية بتاعت البابا أثناسيوس من الخزانة، وفتحوهم الاتنين لقوا ان الرسالة اللي جايبها ده هي ايه مزورة. قال له مزورة ومش مظبوطة. يا طب ممكن تنسخ لي واحدة من، قال له قوي نسخوا له رسالة تاني من اللي موجودة واديها له. ادي اول نقطة، ما قال له كان في كذا حاجة كنا عايزين بقى، طالما الموضوع الاساسي انتهى بفرصة واحنا هنا بقى ايه في كذا حاجة كده يعني ايه عشان الفرحة تكمل. قال له طيب كان في اربعة حرمهم ماكسيميانوس بطرك القسطنطينية الجديد طالبين منك تحللهم عشان الفرحة ايه تكمل. طبعا ماكسيميانوس كان فاهم ألعبهم وممكن يعملوا ايه، فقبليها على طول كان بعت رسالة للبابا كيرلس قال له خلي بالك في أربعة حرمتهم أنا والأسقف اللي عندي هنا لأخطاء كذا وكذا وكذا، عشان لو طلبوا منك تبقى عارف دول ما تحللهمش خالص. فقال له الأربعة دول طالبين من قداستك إنك إيه تديهم الحل. فرد البابا كيرلس قال له إيه اهو ده اللي مش ممكن ابدا يحصل. ليه؟ لان اداب الكنيسة وقوانينها اللي حرم هو اللي يحلل، اللي اسقفهم حرمهم ما يقدرش اسقف تاني يحللهم، ده بالاضافة ان حرمهم بناء على اخطاء، عشان يحلل حرم دوت يروحوا يقدموا توبة عن أخطائهم وياخدوا الحل من اللي حرمهم. الكلام ده فيه حق غلط؟ فرد بولس قال له بصراحة عندك العيب، عندك حق. هو كان راجل طيب كلفوه بحاجة مثلا، قال له لا عندك حق. طيب قال له طب باقي حاجة كمان، ما هو كل اللي مكلفينه بيه بقى يعني ايه عايز يخلصه. قال له طب في حاجة كمان تسمح لي بيها؟ قال له تفضل. قال له كان في ناس كتير بصراحة هناك، ما تزعلش مني يعني، بيتهموك انك أبوليناري عشان بتقول بالطبيعة الواحدة. طبعا في فرق بين أبوليناريوس اللي قاله طبيعة واحدة واللي احنا البابا كيرلس بيعلم بيه بالطبيعة الواحدة. البابا كيرلس بيعلم ان في اتحاد طبيعي واتحاد اقنومي، وان السيد المسيح له المجد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته،
لكن أبوليناريوس ما بيقولش إنه كامل في ناسوته، صحيح الشكل الخارجي طبيعة واحدة وطبيعة واحدة، لكن فرق كبير. فقال له في ناس بيتهموك إنك أبوليناري، فهم الجماعة بتوعنا هناك كتبوا دفاع عنك بيردوا بيه على الناس دي اللي بيتهموك بأنك أبو لإيه؟ أبو ليناري. فإيه رأيك فيه؟ مين اللي كان كاتب الكلام دوت؟ سؤدوريتوس. فالبابا كرولوس لما قرأ الكلام، كلام مطاط، قالوا في حصل اتحاد بين اللاهوت والناسوت، او بين الطبيعه اللاهوتيه والطبيعه الناسوتيه، لكن ما قالوش نتيجه الاتحاد ده ايه. ما هو بالفعل حصل اتحاد. ففي تعبيرات غامضه. فالبابا كرولوس لما يقول له اه يقصدوا كذا كذا كذا، يقصد، فبدا يديها تفسير ارثوذكسي. مين اللي يديها تفسير ارثوذكسي؟ بولس أصف حمص. فهي تعبيرات ممكن تؤول كده وتؤول ايه بحسب تفسير بولس أصف حمص، اعطى لها تفسير ارثوذكسي. ففي كل الاحوال البابا كرولوس عشان يريح نفسه منها قال له طيب هم مش عايزين اللي بيتهموني ان انا ابو ليناري، انا هكتب رد ليهم. هو بنفسه اللي هيكتب ايه؟ رد. وبعته في رسالة بيقول كتب اخواتنا الشرقيين للي هم بيقولوا ان انا ابو ليناري، بعتوا لي كذا كذا وبيقولوا ان في بيتهموك، اما ردي انا بقى فكذا كذا كذا كذا. فبعت له رد، خلى رد الشرقيين دول اللي هم بيسموهم الشرقيين بتوع أنطاكيا، فصل بين رده وبين رد الايه الشرقيين، وكتب رد بنفسه. قال له تمام كده، طيب هتدينا خطاب الشركة؟ قال له لا، لما يوقعوا. ما هو البابا كرولوس عارف ان ده راجل طيب، لكن هم مش طيبين. لا، فجاب احد الشمامسة اللي عنده الوعيين واعطاه خطاب الشركة وقال له ما تدهوش ليوحنا الانطاكي الا بعد ان يوقع على الشروط اللي حطها مجمع افسس لقبولهم في الشركة تاني، الحاجات اللي احنا قلناها ان كتابات البابا كيرلس كتبت بحق، ومن ثم تم عزل نسطور، يعترف بعزل نسطور ورسامة ماكسيميانوس، والعذراء والدة الإله. ماشي، قال له هيروح معاك يوقعوا يسلمهم خطاب الشركة ويرجع. راحوا هناك. طبعا الحكاية ما لقوها ما مشيتش على هواهم، مش عايزين يوقعوا. فأرسطولوس واقف قال لهم هتوقعوا ولا هروح للإمبراطور عدل؟ هناك الراجل تنازل عن الأمور الشخصية كلها، والامر متروك ان زي ما قال الامبراطور لو خضعوا لمجمع افسس وقراراته. الامبراطور قال كده، قال انا واثق ان كورولوس وكل الاكليروس بتاع مجمع افسس هيقبلوهم. فحسوا ان هم مزنوقين. فبالفعل يوحنا وبعض اللي معاه وقعوا، فرجع الشمامسة اللي هو بعتهم وسلموا القديس كورولوس توقيعهم على شروط مجمع أفسس. رغم اللي عملوه فيه القديس كورولوس فرح ان يبقى في الكنيسة سلام.
يوحنا الأنطاكي، خلي بالكم كل كلمة بقولها تخلوا بالكم منها قوي، أنا بختصر لكن بقول لكم الحاجات الأساسية. بعت رسالة لماكسيميانوس بطرق القسطنطينية ورسالة لكليستينوس أسقف روما وللبابا كيرلس، شرح فيها اللي حصل ان تم يعني التوقيع على كذا وكذا وكذا، وبالتالي بقينا في شركة وبقى في شركة كنسية مع بعض، فيش اي كلام تاني. والبابا كيرلس نفسه بدأ يعرف الآخرين انه يعني ايه السلام رجع للكنيسة والغمة اتزاحت والدنيا بقت كويسة مفيش مشاكل. بعد شوية البابا كيرلس فوجئ بحبايبه وأصدقائه من البطارقة والأساقفة بيبعتوا يلوموه جدا كده، برضو ما كانش العشم من ضمنهم ماكسيميانوس بطرق القسطنطينية، ما كانش العشم انك تعمل كده، خير تتنازل عن كتاباتك تتراجع عنها وتلغي البنود الاتناشر وتوقع او تقبل بيان للايمان جديد صيغة جديدة؟ بعدين ده اصلا مش من صلاحيات البابا كيرلس يعمل كده، لان دي قرارات مجمع. تقبل بيان جديد للايمان وتتنازل عن نفس الحاجات اللي كانوا بيشترطوها على البابا كيرلس، بدأوا يروجوا ان اللي كانوا بيطالبوا بيه هو اللي ايه، هو اللي حصل، ان البابا كيرلس تراجع عن كتاباته وأعاد تفسير البنود الاثناشر بطريقة مختلفة ووقع على صيغة إيمانية جديدة. طبعا لما ناس بعتوا كده في الأول البابا كيرلس جيب باله أن في ناس مش عايزة يبقى في سلام في الكنيسة فبتطلع إشاعات، يقولهم لا ما تصدقوش، ده وقعوا وبعتوا لي التوقيع وجالي وحصل كذا 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 كذا. لا، الناس عماله تبعت له تقول له ده عم ده المتداول في رسائل اهي متداوله، انك قابلت رسائل من يوحنا الانطاكي وبعت له رسائل تتنازل عن كده. البابا كيرلس بدأ يشوف الحاجات دي لها حاجات كلها مزورة، عارفين زي رسالة البابا أثناسيوس اللي بعتوها. فبعد ما كان بيدافع بدأ يدافع يعني يدافع عنهم، بدأ بالعكس بقى يقول ما حصلش، في ناس بيقولوا برسائل مزورة وبيدعوا ان احنا تنازلنا عن ما كتبنا وغيرنا فكرنا وقبلنا بيان جديد للإيمان، فلم يطلب أحد منا بيانا للإيمان ولم نصدر بيانا جديدا صاغه آخرون. نفى ان حد طلب منه بيان للإيمان ولا هو قبل ولم نقبل بيانا آخر صاغه ايه آخرون. فبدأ يكتب كده، فجابوا عارفين عرض الإيمان اللي سقدوريس كان كاتب ويقول احنا بنهاجم بيه بنرد بيه على اللي بيتهموك بالأبلونانية،
أشاعوا إن ده صيغة المصالحة، بيان المصالحة. قال ده كلامهم هم اللي كاتبين كده، مش أنا، هم مش إيه، مش أنا. وبدأ في وسط المشكلة دهيت كتب بقى رسائل من أروع ما كتب في هذا الأمر، 5 رسائل مهمة، من ضمنهم 2 لساكسينسوس وفاليريان وأولوجيوس. فنت فيها كل حاجة بالتفصيل، وأشرح بوضوح الإيمان بالطبيعة الواحدة للإله المتجسد، وفيها تفنيدات كتيرة لكل ما حدث. وفضل فيه شوشرة. شوف انتوا فاكرين دلوقتي بس اللي هو عشان السوشيال ميديا الناس ممكن تزور حاجة وتدعي كلام وتنشر وتعمل قلق في الكنيسة. لا، الشيطان هو هو حتى من زمان، تزوير الحاجة والتشكيك ان البابا كيرلس كتب كذا او قابل كذا. فبدأ يكتب ويشرح ويفند. مر 2 تاني، الكلام ده 433، سؤدوريتوس عمال يهاجم البنود 12 بتوع البابا كيرلس. جه في ناس الامبراطور اللي هم ما كانوش وقعوا على مجمع افسس، اصدر قرار صارم ان اللي مش هيوقع هيتم حرمه تماما وعزله. فجمل البابا كيرلس يقول له خلاص هنوقع، قال لهم لا، المرة دي بقى ده انا اللي هكتب صيغة صريحة بالإيمان بالطبيعة الواحدة، بحيث اللي يوقع لازم يوقع على الصيغة الايه عشان ما تتأولش. الصيغة دي على فكرة انا عرفتها من كتب الخلقانيين نفسهم، ما بينشروهاش، بس قدرت اجمعها من مراجع مختلفة. بدأ لما القديس كيرلس يفند ويجاوب كل حاجة ضد بضعة نسطور ويثبت ايمانه الارثوذكسي والمؤمنين، فبدأوا يلتجئوا لحيلة أخرى. نسطور اتحرم، اتحكم عليه بالحرب، لكن أساتذته اللي قبليه كان تعليمهم زيه لكن ما كانوش اتحرموا. واحد اسمه سيئودور وديودور. فبدأوا ينشروا كتاباتهم اللي هي نفس تعليم نسطور. كان في منطقة اسمها الرها أو الرها، كان فيها مطران طيب اسمه رابولا، كان أرثوذكسي رغم أنه تبع كرسي أنطاكيا. ما خلي بالكم ما كانش كلهم وحشين، بولس ده كان رجل طيب، ورابولا ده كان صديق حميم للبابا كيرلس وكان يدافع عن الأرثوذكسية. فكان في واحد أسيس هناك اسمه هيبة، جاب كتابات سيئودور وديودور، سيئودور المبسوسي وديودور الترسوسي اللي هم أساتذة نسطور، وبدأ ينشرها وبدأ يهاجم، يكتب كتابات ضد رابولا المطران بتاعه وضد البابا كيرلس،
وكتب رسالة مشهورة. الشخص ده اسمه ايه؟ هيبة. خلي بالكوا في 2 أشرار لغاية دلوقتي او كتير، دي مهمين ليهم لسه في اللي جاي هنستخدمهم. هيبة ودوكا سؤدوريتوس وإيريناوس الكونت اللي هو كنظار. فهيبة ده بدأ ينشر كتابات نصور، وكتب رسالة لواحد زميله من فارس، قعد يدعي على البابا كيرلس ان كأنه حصل خلاف شخصي بين البابا كيرلس ونسطور. مش يقول ده خلاف في الايمان والنسطور مختلف مع الكنيسة كلها، لا، اعتبر ان نسطور والبابا كيرلس كانوا على خلاف ايه، واتحكم على نسطور بالظلم. وبعد ما اتحكم عليه بالظلم جه البابا كيرلس عمل مصالحة مع يوحنا الأنطاكي والشرقيين، اعترف فيها بالطبيعتين وتراجع عن البنود الـ12 وتاب ورجع. دي الادعاءات اللي كانت ايه. خلي بالكو ما يقال عن المصالحة بتاعة 433 دهيت مازال يتقال لغاية دلوقتي. عشان كده بقول لكم أهمية الموضوع ده، انه مشكلة مش قديمة، لا، مازالت حية. لو واحد فيكم بحث عن مصالحة 433 يطلع له كأن صيغة المصالحة، وللأسف الشديد في بعض من خدام وآباء من كنيستنا ما بيبقوش عارفين الخلفيات دهيت، بيرجعوا للنت فتطلع لهم كده يفتكروا ان دي فعلا ده القديس كيرلس عمل كده. هنراجع القديس كيرلس. القديس كيرلس بنفسه قال لم يطلب منا احد بيانا جديدا للايمان، ولم نقبل بيانا صاغه اخرون. وكتاباته للخمسه دول اللي قلتهم لكم تنفي تماما هذا. فهيبة دوت قاعد يكتب الحاجات دهيت، وقعدوا ينشروا كتابات ايه، أسزة نسطور. البابا كيرلس فضل يكتب ويدافع عن الإيمان، وصحته بتتدهور من الضغوط اللي حواليه. سنة 442 مات يوحنا الأنطاكي. بس قبل ما يموت عمل حاجة، قبل ما انسى، سنة 435 انتقل ورحل عن العالم القديس رابولا اللي هو مطران ايه. رابولا ده مطران ايه، الرهب، اللي هو كان صديق للبابا كيرلس وكان راجل طاقي. فيجي يوحنا الأنطاكي يرسم مين بداله، هيبة الشرير المزور. اللي هو كتب ضد البابا كيرلس وكان بيعيب في المطران بتاعه رابولا. مين رسمه؟ اسقف يوحنا. مما يدل ويبرهن ان يوحنا ما كانش حسن النية مع البابا كيرلس، ولكن كان مراوغ ومداهن. وترسم وكان البابا كيرلس عايش. فشوفوا مدى الألم النفسي اللي عانى منه أبائنا، عدم الاستقامة، الكذب، الادعاء، الافتراء،
التضليل. عموما جه في سنة 442 مات يوحنا الأنطاكي، وظل البابا كيرلس يدافع عن الإيمان. إلى أن جاء عام 444 وكان أنهك تماما، وهو من أروع آباء الكنيسة على الإطلاق، مش كنيستنا بس، أروع ما كتب، أعظم ما كتب عن سر التجسد هو البابا كيرلس عمود الدين. وجاهد بالتعليم وباحتمال الضيقات والمشقات والآلام إلى أن جاء عام 444 وربنا قال له بقى كفاك تعبا، أديت جهادك بأمانة وصمود وثبات، ادخل الى فرح سيدك. ورحل البابا كيرلس اللي هو من اعظم ما انجبت البشرية. الناس عادة بيجوا في لحظات الموت وتبص تلاقي حتى لو بينهم من بعض حاجة النفوس بتهدى، لكن الأشرار بيبقى غير كده. بعد نياحته سؤدوريتوس أسقف كورش كتب وقال أخيرا مات الفرعون. الأشرار بيطولوا في الأرض، مع أنه القديس البابا كيرلس كان عنده حوالي 70 سنة بس، يعني ما عمرش كتير. وكتب كلام لا يليق إلا بذوي النفوس، مش عايزين نقول يعني. لكن رحل البابا كيرلس تاريخا إرث عظيم، ما زالت الكنيسة في كل العالم تنهل منه وتتعلم منه، سواء في تفسير الكتاب المقدس، سواء في كل أمور العقيدة واللاهوت، ولا سيما سر التجسد الإلهي. وأصبح يلقب بعمود الدين أو عمود الإيمان. مين السلم الراية من بعده؟ البابا ديسكوروس. كان مين موجود بقى؟ سؤدوريتوس جاب ديمنوس ابن اخت يوحنا الانطاكي وخلاه بطرك بلا اجراءات رسامه، وكان من نفس العينة. سؤدوريتوس رأس الحية، هيبة بكل شره كان مسك الرها. الأعجب من ذلك ديمنوس لما جه كان آلة طيعة في يد سؤدوريتوس، لدرجة أن يقول له يا أبي، وكان عامل له قلاية معاه أوضة ما قاعد فيها يعني. وكان اللي بيحكم بالفعل مين؟ سؤدوريتوس. فخلى رسم مين؟ أسقف. فاكرين إيريناوس الكونت كان متجوز مرتين، كان متجوز ايه؟ رسموا أسقف على سور، وتحالفت قوى الشر
وجي البابا ديسكوروس كان ده الوضع اللي جه ايه فيه الادعاءات الخاصة بمصالحة 433 عمالة تنتشر، والفكر النصوري عمال ينتشر ويحاولوا يرسموا أسقف لهم نفس الفكر وينشروه، لكن ربنا ما بيسيبش كنيسته دايما، فجاب واحد قوي شديد اسمه البابا ديسكوروس، بقى هو بابا الإسكندرية. هيعمل ايه في هذا الجو والدنيا هتمشي ازاي؟ ده اللي هنتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله، ونكتفي بهذا القدر النهاردة. بيقول سلام ونعم يا سيدنا قبل بشارة الملاك للعذراء ظهور رب المجد لأبينا إبراهيم وتنبأ وأنبأه بميلاد إسحاق، هل كان الناسوت متحد أيضا؟ لا، ما كانش لسه الناسوت تكون. في بالظهور بهيئة جسمية زي الملاك رفائيل لما ظهر لطوبيا وغيره، لكن ما كانش ناسوت موجود ساعتها. في حد بيسأل الكورسات اللاهوت المقارن؟ لا، احنا بناخد الكورسات كلها في حاجة واحدة بس، تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلقدونيين. كم كورس لغاية دلوقتي؟ 5، لكن لسه بنكمل. كل كورس فيه كم محاضرة؟ بيتفاوت ما بين 6 إلى 8. في امتحان في النهاية؟ نعم. في شهادة في الآخر خالص هنديها. ما معنى كلمة أقنوم؟ أقنوم باليوناني إبوستاسيس، أقنوم دي لفظة سريانية يعني ما يقوم عليه الشيء، ما يقوم عليه ايه الشيء. ممكن يا سيدنا تقول لي ايه المصادر اللي ممكن من خلالها اعرف معلومات، اعرف اكتر عن الموضوع ده؟ الكورسات، لو رجعت ذاكرت الكورسات ممكن هتلاقوا معلومات جاهزة مركزة، لكن المصادر كتير قوي مش بسهولة تعرفوا تجيبوها يعني مرة واحدة. في حد بيقول ممكن افهم ليه الكاهن بيبخر للاسقف في الهيكل والاسقف يكون واقف، وايه المقصود من هذا، وليه الشرية بتكون بيها اجراس؟ التبخير ده مرتبط بالصلاة. التبخير ما بيبقاش للاسقف بس، الكاهن وهو بيبخر بيبخر للاب الاسقف، ويبخر للاب الكاهن، ويبخر للشعب. عشان كده بنبخر ناحية الشعب، نقول له أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف. فالبخور مرتبط بالصلاة، فالكاهن لما يجي عند الأب الأسقف بيطلب من أجله، نقول إيه؟ الرب يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الأنبا فلان، حفظا احفظه لنا واخضع جميع أعدائه تحت قدمي. دي بيصلي من أجل إيه؟ الأسر. وبعدين بيسلم عليه، أطلب من المسيح حنا ليغفر لنا خطايانا. فهل الأسر يقول له لأ لأ ما تصليش أو ما صليش؟ ما ينفعش، دي صلاة. برضو بالكاهن لما يجي يبخر لكاهن تاني حسب رتبته، لو قسيس يديله يد بخور واحد، أسألك يا أبي القس اذكرني في صلواتك. لو أمس يديله يدين. فالتبخير مش للأسقف بس، ويبخر للشعب طول ما هو ماشي. بيقول حضرتك قلت على الابن الآية اللي بتقول أنا والآب فيا الآب، طيب وفين أقنوم الروح القدس؟ ما التلاتة. القديس يوحنا قال الذين يشهدون في السماء الآب والكلمة والتلاتة هم واحد. الآيات كتيرة، بس انا استخدمت الايه اللي هي كان المسيح بيقولها في حاله التجسد له المجد.
في حد بيقول ممكن نتقابل مع أسك، نجتمع بعد الخدمة مرة كل شهر على الأقل، قصده بتوع عادات خدام، لأن بعد التخرج ما بنتقابلش. احنا بنحاول نعمل لقاءات مع كل كنيسة على حدة، نقضي معهم يوم كامل، وبنعمل مؤتمرات فبتبقى في فرصة للقاءات. السماء درجات، فهل الجحيم درجات؟ نعم، عشان كده قال ستكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا، يعني في برضو حاجات. طيب الكورسات دي بكام؟ ببلاش، الكورسات ببلاش بتاع الكريستولوجي، بس بيشترط اللي يدخلها يكون خلص اعداد خدام او يكون يمتحن في المحاضرات بتاع الكريستولوجي بتاع اعداد خدام. في سؤال طويل هجيب الخلاصة، من الجالس على العرش، الناسوت المتحد باللاهوت ام اللاهوت فقط؟ لا، سيظل اللاهوت متحد بالناسوت بلا انفصال، فالاله المتجسد. اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة من بعد التجسد فقط ولا منذ الازل؟ لا، من لحظة التجسد، لان قبل التجسد ما كانش فيه ناسوت. هو ما فيش كهنوت للنساء؟ لا طبعا، ده من حظكم. مرة في بنت صغيرة كنت في الدير، جت تشكيلي من أخوها أو قريبها، طفل برضو، بتقولي أبونا ليه أنا ما بقاش شماسة، عمال يغزني بيقول لي أنا شماس وأنت لأ، ويدخل في الهيكل ويمسك شمعة بدل ويعمل إيه يبص لها. قلت لها أنت عارفة شماس يعني إيه؟ يعني خادم، خدام يعني. احنا بنيجي الكنيسة عشان ايه؟ نحضر القداس عشان ايه؟ قالت لي عشان نتناول. طب انتي بتتناولي ولا لا؟ قالت اه. قلت لها لما يكون في عزومة في ناس بتجهز المايدة كده وناس تيجي تاكل على الجاهز مثلا، مين اللي يخدم؟ لو حد عظماء موجودين هم اللي يخدموا ولا يجوا ياكلوا على الجاهز؟ قالت لا، العظماء مش هم اللي يخدموا في المايدة. قلت لها ده اللي بيحصل، انت بتيجي تحضري الشماس يخدم عليكي ويجهز المية وانت تيجي تتناولي على الجاهز يعني. فعملت له حركة كده يعني ايه فيها تعالي. يقول في مديح الله الأزلي قبل الأدهار أرسل ملاكه المختار، بعض الكتب تقول الله الأزلي، هو الاثنين واحد يعني. في أحيانا ظهورات في العهد القديم كان يبقى في شكل ملاك، زي ما ظهر لإبراهيم في شكل ثلاثة يعني. بتقول نيافتة قلت إن اللي تجسد أكنوم الإب، وفي اب كان في كنيستنا شرح ان الله الاب والابن والروح القدس هم اللي تجسدوا. لا، الاب والابن والروح القدس اشتركوا، لكن اللي تجسد هو مين؟ لكن الاب والروح القدس ليهم دور. الملاك قال لها الروح القدس يحل عليك وقدره تظللك القدوس المولود منك، يعني الاب له دور والروح القدس، لكن مين اللي صار جسدا؟ الكلمة صار جسدا. نيافتك سامحني، وجود أسماء كتيرة جدا، هل هناك مرجع؟ لأن أريد أن أستفاد وأجاوب عن أسئلة الامتحان. طب ما أنا حافظهم. يعني أنشر منكم يعني. كورسات الكريستولوجي ممكن تدرس اونلاين اللي فات، لان احنا لسه ما خلصناش، فممكن تدرس اونلاين في اي وقت، بس لازم يكون خلص اعداد خدام، ولازم يكون درس الحاجات دهية. مرة في حد قدم اقتراح
أتمنى يكونوا هنا يعني. يقولوا يا ريت اللي مش هتتاح لهم فرصة يحضروا إعداد خدام ياخدوا كورس إضافي زي كورسات الكريستولوجي، وكأن كورسات الكريستولوجي دي حاجة بسيطة يعني يعوضوا بيها إعداد خدام، دي أصعب مليون مرة. ده مما يدل على إن هم مش فاهمين الدنيا ماشية إزاي، إن بيجيبوا الكورسات بتاع الكريستولوجي كأن حاجة يعني إيه يحسنوا بيها شوية. طيب نكتفي بهذا، المرة الجاية نكمل الموضوع. تفضل.